بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم في برنامجكم الرأي شنو. ضيفنا اليوم جاء من العمل المدني من أطراف السودان، جاء من شوارع الثورة، محرض ومشارك، جاء من ساحة الاعتصام، جاء من لجنة التفاوض ومثل تطلعات الشباب وتصوراته، يدير وزارتين هامتين جدا بيهتموا بقوت الشعب واحتياجاته، ورث تركة مثقلة وبيفكفك ويحل مشاكل متلتلة، يعمل بصمت وبصبر وحكمة. اللقاء اليوم مع وزير التجارة والصناعة الأستاذ مدني عباس مدني. سعادة الوزير، مرحب بك في البرنامج ورمضان كريم. مرحب بك ورمضان كريم، وكل عام وأنتم بخير. ونتمنى يعني أنه نقدم إجابات على ما يدور في أذهان الناس، وأن يكون يعني الحلقة مفيدة وغنية يعني بالمعلومات إن شاء الله. نرجو ذلك. سعادة الوزير، نحن كان عندنا 3 حلقات. الحلقة الأولى قابلنا فيها الشعب السوداني وآراءه وأفكاره، والحلقة الثانية كانت مع منتجي السلع والأشياء الاحتياجات اليومية، والحلقة الثالثة كانت مع الصناعة، مع ممثلي الصناعة. نحن قبل ما ندخل في الحلقات حنسألك سؤالين، يعني زي ما بقولوا تمهيد للمشهد، setting the scene. نحن في الحقيقة عايزين نعرف مما دخلت الوزارة في بداية أغسطس وحتى الآن، كيف حصل، شنو تغيير في الوزارتين الكبار ديل؟ طيب، هو يعني هو طبعا هو سؤال مهم جدا. الوزارتين اللي احنا يمكن دخلنا لهم بداية 9 ما بداية أغسطس، نحاول شوية نقلل التجربة، لكن يعني واقعهم هو واقع الخدمة المدنية، يعني عقب 30 سنة من التدمير الممنهج لكل مؤسسات الخدمة العامة في السودان. و هو واقع يغني عن السؤال. يعني احنا من ناحية بيئة العمل، من ناحية الهيكل الموجود، يعني دي الوزارتين تم دمجهم في نهاية 2018 كده على عجل، وما كان في هيكل واضح مرضي بالنسبة للموظفين في الوزارتين، ولا هيكل بيتناسب مع الطموحات والاحتياجات التي يجب أن تكون موجودة في وزارة زي ما ذكرت، إنها عندها تماسة وعلاقات المباشرة باحتياجات الناس على مستوى القوانين. ودي مسألة يمكن ما يعني زول ما مل من تكرارها من ما جينا، إنه في إشكال كبير جدا في البيئة القانونية التي تحكم عمل الوزارة وبتقعد من قدرتها على إنها هي تتصدى لمهامها. هذه المسألة متمثلة إنه زي ما قلنا ما في قانون للتجارة، في قانون للتجارة الخارجية وفيه مشاكل كثيرة، ما في قانون بيحكم عملية الصناعة في السودان، ما في يعني ما كل المسائل المتعلقة بحماية المستهلك ضعيفة، وما في أطر قانونية بتتيح للوزارة إنها هي تشتغل بشكل يلبي يعني طموحات الناس ويعالج التشوهات والإشكالات والخلل الموجود في الأسواق في السودان. عشان كده يمكن كان جزء من العمل إنه نشتغل بتحليل السياق الموجودين فيه، وفي إشكال في البيئة القانونية تمت تشكيل لجنة للقوانين. الحمد لله يمكن كل القوانين الآن موجودة في وزارة العدل، قانون للتجارة، قانون للصناعة، قانون للتعاون، قانون لائحة لحماية المستهلك، قانون لسجل المستوردين والمصدرين، ويعني وقانون للمنافسة ومنع الاحتكار. يعني افتكر انه هي دي يعني مجهود تم في فترة وجيزة. العمل القانوني ده ما عمل سهل، وبيتم فيه قدر كبير من المشورة. يمكن 4 من 6 قوانين دي اوريدي في وزارة العدل في إدارة التشريع، وفيها واحد يعني مشى خطوات ابعد ويفترض يتم نقاشه في مجلس الوزراء، اللي هو قانون التجاره. القوانين دي باجازتها بيكون في مجال واسع جدا لان تقوم الوزاره بعملها بشكل كامل.
أيضا على مستوى الهياكل يعني باستعانة بمجموعة من السودانيين الخبراء في مجال بتاع التنظيم الإداري، قدرنا الآن نصل لهيكل مناسب ومتطور، أظن أنه تطبيقه حيساهم في تطوير العمل داخل الوزارة. أيضا بيئة العمل هي بيئة العمل الورقي ده، يعني ما في حوكمة إلكترونية، ما في حوسبة، وده طبعا بيفتح باب كبير شديد يعني للفساد، ويفتح باب للتأخير وإبطاء العمل. افتكر العمل في المسار بتاع الحوسبة والحوكمة الإلكترونية والهياكل هو شارف على نهايته، وبرضه ده مجهود يعني كبير اتبذل في فترة بسيطة. أيضا على مستوى أن تكون هنالك أدوات ل يعني عمل يعني أدوات قانونية بتساهم في تطبيق قرارات الوزارة، كان بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إنشاء الآلية بتاعة مباحث التموين، واللي يمكن هي لها فترة بسيطة لكن بدأت بمجهود افتكر معقول جدا في الفترة المتاحة لها وفي ظل الإمكانيات المتاحة عندها. طبعا يعني أيضا على مجال التعاون اللي هو من المسافة، يعني حياتي المهمة في الوزارة، افتكر ان الوزارة دي تجارة وصناعة وتعاون، والتعاون والحركة التعاونية دي من الحياة اللي احنا بنولية أولوية كبيرة شديد، وبنفتكر أنه هو بشقين سواء كان إنتاجي أو استهلاكي بيلعبوا دور كبير في الفترة، أو يفترض يلعبوا دور كبير جدا في الفترة القادمة. ماشيين في مسألة تنظيم الهياكل، تغيير وتعديل القوانين، استجلاب خبرات للعمل في مجال التعاون، وشغالين في المسار ده لنا فترة، وأفتكر أنه هو سيعني سيرى النور أيضا في الفترة القريبة القادمة مسألة التعاون، لأنه بالذات لما نتكلم عن التعاون الاستهلاكي هو واحدة من الآليات والأدوات العملية جدا في محاربة السماسرة والوسطاء وفي ضبط الأسواق. أنا فاهم إنه يعني المواطنين بيعانوا وبيجأروا بالشكوى من الغلاء. الغلاء ده هو غلاء طبعا موروث، والتفلت الموجود في السوق هو تفلت موروث. نحن ساعين لأننا نعالج الإشكالات والاختلالات دي، لكن دي ما حاجة بتتم يعني اوفر نايت، ما حاجة بتتم بسهولة، انت لازم توجد حلول جذرية للمسائل دي، جزء منها متعلق بالقوانين، جزء منها متعلق بال يعني تطوير العلاقة ما بين المنتجين والموردين والمستهلكين وربطها مباشرة، وجزء منها متعلق أيضا بالجمعيات التعاونية، بشكل أنها هي ممكن تلعب دور كبير في مسألة يعني تخفيف أو يعني إحنا ماشيين لإلقاء يعني ومحاربة الظاهرة بتاعنا الوسطاء اللي هم بيخلقوا التشوهات السعرية اللي بتنتج الغلاء في السودان. والغلاء طبعا عنده أسبابه كثيرة، جزء منها هو مرتبط ب يعني سياسات اقتصادية كلية وبتدهور في قيمة العملة، لكن اللي احنا ما نجتهد لمعالجته هو الخلل اللي بيكون مرتبط بالوسطاء والسماسة. واحنا عملنا دراسة للأسواق وشفنا ليات مدى التشوهات السعرية دي ممكن تتجاوز في سلع 100% وفي أقلها 30 ل 50% من سعر السلع بيزيد بسبب السماسة والوسطاء، واللي هم في النهاية دي بتكون مسألة خصما على المنتجين وخصما على المستهلكين في آن واحد. سعادة الوزير، طبعا يعني احنا هنناقشك في الاشياء اللي قلتها، يعني انت تناولتها بشكل اضافي بمجمل، لكن احنا هنناقشك طبعا في التفاصيل. يعني قبل ما نمشي برضو لانه نشوف التقرير بتاعنا، في طبعا موضوع حار جدا الايام دي، انه في زيادة في الاسعار في المرتبات، وهذا جيد يعني الناس رحبوا به وكده، لكن هل في مصاحبها اجراءات عشان السوق ما يبلع الزيادات دي يعني كما كان يحدث سابقا؟ يعني طيب، هي الزيادات اللي اتعملت في المرتبات يمكن كانت اتشكلت لجنة يعني لدراسة المرتبات في السودان، ولاحظت يمكن هو الخلل الموجود في واللي هو مسألة جعلت العمل في الحكومة هو عمل طارد جدا، لأنه ما في مرتبات حقيقية أو يعني تساهم في أنها هي توفي باحتياجات الموظفين والعاملين في القطاع العام بشكل عام. اللجنة دي كان قدمت توصيات متكاملة، جزء منها هو كان زيادة المرتبات، لكن في جزء منها تاني كان مرتبط بضبط الأسواق والأسعار التأشيرية وتشجيع الجمعيات التعاونية. وافتكر انه هي دي المسألة المهمة، يعني احنا
في القطاع الاقتصادي متفهمين انه الزياده في المرتبات طوالي مباشره ممكن يكون اي حتجي في زيادات موجوده في الاسعار بتاعت السلع، ومحاوله طوالي امتصاص السيوله الموجوده لدى الموظفين ولا العاملين في القطاع الحكومي بشكل عام. عشان كده احنا بنتكلم عن اجراءات من نوعين، اجراءات جزء منها هو مرتبط بضبط الاسواق، واجراءات هي مرتبطه بمساله التعاونيات سواء في المؤسسات الحكوميه او في المناطق بتاعت العمل، لانه دي بتدي يعني هو زي ما ذكرت في بدايه حديثي يعني بتساهم في قفل الباب امام الجشعين وامام الناس اللي بتزيد الاسعار بشكل كبير. احنا في كم سلعه بدينا كان انه توفر السلعه، لما توفر السلعه بسعر اقل في النهايه السوق تدريجيا بيحصل له تراجع في السعر بتاعه، لانه ده بي يعني هو بالفعل العمليه بتاعه المنافسه. لكن لما يكون وده ما كان موجود في السودان، واحنا ظلنا نتكلم عنه انه السودان اللي كان موجود فيه ده ما تحرير اقتصادي، بغض النظر انه تحرير اقتصادي ذاته صح ولا غلط، الموجود في السودان هو احتكار قله في مجموعات بتتحكم مرتبطه كانت بالنظام القديم، ومجموعات جشعه هي بتهدف لانها هي تستنزف اخر قرش عند المواطن السوداني. هي بتتحكم في اسعار السلع بدون التزام بضوابط السوق وبدون حتى خضوع لمساله العرض والطلب. ممكن يكون السلعه ما متوفر منها او موجود هو يكون اكبر من الطلب، لكن بعد ده بتلقى سعرها عالي او متزايد، وده ده سببه هي البنيه الاحتكاريه الموجوده في الاقتصاد السوداني، واللي هي دي بنجتهد وبنعمل كل السياسات بتاعتنا عشان تتفكك البنيه الاحتكاريه دي لصالح انه يكون في اقتصاد وفي سوق معافى ما يؤثر سلبا على حياه المواطن السوداني. طيب حنطلع على 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 تقرير، نعم عملنا عدة تقارير فأخذنا نماذج من التقارير ونشوفها مع بعض ونتكلم عليها. شهدت البلاد في الآونة الأخيرة صفوفا متراصة للمواطنين أمام المخابز وطلمبات الوقود ومجمعات السلع الاستهلاكية والغاز، مما خلق نوعا من الهلع وندرة لبعض السلع. انطلاقا من تلك المعاناة، تحركت كاميرا برنامج الراي شنوف في جولة وسط التجمعات لمعرفة آراء المواطنين عن ارتفاع أسعار السلع وندرتها وعدم ثباتها، ومن المسؤول عن ذلك وآفاق الحلول. في تجارب الدول كلها ما في دولة في الدنيا فيها 13 شركة بتوزع غاز، ده فساد نحن ورثناه من عهد بائد، يجب انه يكون عندنا فيه رأي واضح. نحن نحتاج لشركة واحدة، شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع. أي ناس بيسمعونا الآن عليهم أن يكونوا جمعياتهم التعاونية، الحركة التعاونية هي صمام الأمان وهي الحل النهائي حقنا. نحن ما بنخلي التعاون ده أصلاً، وتاني ما في تهاون في التعاون، الحل في التعاونيات عشان نهزم الجشع وعشان نهزم تجار الحروب وعشان نهزم الوسطاء وعشان نهزم الجشعين والمضاربين بقوة الشعب السوداني بقوة المستهلك المسكين. أنا عندي ثورة عظيمة قامت، عندي شو هدمات من أجل الرفاه، بعضهم للليلة البروفايل حقهم في الصفحة حقتهم في الفيسبوك مكتوب فيه عشان الحياة بعدنا تبقى أفضل. زول أداني دمه ومات عشان خاطر الحياة بعدنا تبقى أفضل، ولسه الحياة ما بقت أفضل. ليه؟ لأنه لسه فيه عراقل، لكن حتبقى أفضل شاء من شاء وأبى من أبى. أكد بعض المنتجين الزراعيين أن تجاوز الأزمة الخاصة بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار يتطلب دورا فاعلا للحكومة واتخاذ حزمة من القرارات لحسم احتكار التجار للسلع الحيوية، تتمثل في تضافر الجهود المشتركة بين اللجنة الاقتصادية العليا ولجان المقاومة بالأحياء والقوات النظامية المختلفة، فضلا عن الاستفادة من مبادرات وجمعيات من المنتج للمستهلك مباشرة. انت لما تشوف حال السمسار وانه هو كيف وضعه كويس ووضعه افضل من المنتجين ومرتاح وعنده قروش، احنا فعلا لقينا الحاجة دي وراها ارقام خيالية. اذا انت بتعمل سوق في الحارة 12 الثورة في ابولو اللي هي منطقة تعتبر نائية ومتاخمة لمناطق يعني مستوى المعيشة فيها بسيط جدا جدا، السوق ده استمر لثلاثة او اربعة ايام، انت بتلقى انه السوق ده وفر 10,000 دولار. ان احنا دارين السلع توصل للناس تحدي ما السيستم الكامل الهيكل بتاع التعاونيات يقوم. صراحه نحن الان ورثنا نظام بتاع تعاونيات خاوي غير عامل. التعاونيات الان ما عندها اي وجود. التعاون ده هو النظام الملزم لكل تعاون انه يوصل السلع دي للناس في احيائهم.
يبقى نحن لو دارين نتكلم نجيب من الآخر ما في حل غير التعاون، لأنه الليلة لو قلنا نعمل رقابة على الأسواق بحيث أنه نضبط الأسعار، حتتكون لك تاني حلقات معادية من سماسرة أو من جشعين أو من مخربين، تاني حيجي يخربوا لك السوق. والكلام ده هو البوظ زمان السوق المركزي، كل الأسواق المركزية لما قامت على فكرة من المنتج إلى المستهلك. أثارت الأزمة الاقتصادية عدة تساؤلات، هل هنالك حلول جذرية لرفع المعاناة عن كاهل المستهلك ورفع الضرائب عن كاهل المنتجين في القطاعين الزراعي والصناعي لضمان توفير الغذاء والدواء وزيادة الإنتاج؟ كيف يتم تدخل الدولة لتركيز الأسعار؟ مرحب سعادة الوزير مدني عباس مدني، انت سمعت معنا طبعا التقرير. المتحدث الأول هو ياسر مرغني، دكتور ياسر مرغني، الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، والمتحدث الثاني مصطفى أمبابي، هو سكرتير منتجي ومدرمان والمرخيات للخضر والفاكهة. في اتفاق بينه، في اتفاق إنه معالجة السلع، يعني توزيع السلع الاستراتيجية والتعامل معها وكذا، إنه فيها خلل وإنت ذكرتها طبعا، لكن إحنا عايزين برضو عايزين ناخد فكرة إنه يعني الخلل ده شنو، ويعني حلولكم لها شنو. طيب أنا يمكن يعني تكلمت قبل إنه هي يمكن من 91 92 الحكومة زي ما بيقولوا طلقت يد ناس السوق على المواطن السوداني، والمسألة دي كانت عندها تأثيرات السالبة جدا على العملية الاقتصادية ككل، وبيقى في احتكار منظم قاعد يتم للسلع الأساسية. ولو الناس لاحظت انه يمكن احنا جزء كبير من مجهود الوزاره في الفتره اللي فاتت هو ضرب بنيه الاحتكار دي، كان في دقيق، كان في سكر، كان في غيره، انك انت كيف تقدر تفكك البنيه بتاعه احتكار الغله دي لصالح انه تكون في منافسه كامله، وفي يعني ده من شانه انه يتيح السلع للمواطن بسعر افضل بسعر مناسب. الحاجة الثانية كان مهمة بالنسبة لنا هو تفعيل ذات قانون حماية المستهلك، لأنه الليلة في حاجة ظاهرة غريبة جدا، حتى في الدول الأكثر رأسمالية بتلقى أي سلعة مكتوب قدامها سعر السلعة دي وشنو، دي بدي المستهلك معلومة عن السلعة، عن يعني كيفية يعني تديه حق الاختيار ما بين الأسواق المختلفة. المسألة دي زي حصل فيها تأخير شوية عفوا، ويمكن يكون عندها تأثير المزعج على صحة. طيب في ال ايوه صح 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 صحة وعافية يا سعادة الوزير، صحة وعافية واصل فيه. طيب في الحقيقة لحد ما سعادة الوزير يعني يتدارك يعني طيب هو في أعتقد نحن حنخش في تفاصيل مع سعادة الوزير، ويمكن هو يعني كثير من الكلام اللي احنا بنحاول يعني حنسأله عنه هو تقريبا يعني قال إجمالا يعني، لكن احنا سوف يعني حنحاول انه نعمل برضو نفكفك الكلام ونشوف، لانه
في القضايا كثيرة جدا، قضايا ما بسيطة، قضايا كثيرة. يعني يمكن نحن بنحاول في الحلقة دي أنه فعلا نشوف أهم القضايا اللي نحن مفروض نتناولها، وأنه كيف أنه نخلي السيد الوزير سعادة الوزير يعني يدينا يعني الخلفيات بتاعت كل شيء، يعني كل خلفيات كل شيء. احنا عايزين يعني أنه كل ما الناس يعرفوا أنه في عمل بيتم. يعني هو ذكر 5 قوانين، هذه مسألة مهمة، يعني أنه الناس يعرفوا أنه يعني في جهد قانوني كبير جدا قاعد يتم في الوزارتين دي، وانه ده جزء من الحل. يعني جزء من الحل انه انت توفر بيئه قانونيه سليمه، انك توفر بيئه يعني بتاعت بيئه عمل كويسه وهكذا. طيب سعاده الوزير، ايوه سعاده الوزير، يعني حنسالك في الحقيقه في يعني ما احنا اخذنا الصوره العامه، في 3 مبادرات ذكرت، 3 مبادرات ذكرت في الحلقتين بتاعت الشركاء الوطنيين المنتجين والشعب السوداني، دول شركاء وطنيين مع بعض طبعا، والشريك الثالث هو الصناعة. هم ذكروا 3 مبادرات، 1 المنتج للمستهلك يعني الأسواق دي يعني، 2 البرنامج بتاع سلعتي، دي الحلول الآنية والسريعة يعني. وذكروا التعاونيات، يعني الاثنين اتفقوا بتاع اللي هو دكتور ياسر ودكتور مبابي انه الحل هو في التعاونيات، وكان برضو اكد عليها دكتور مجاهد علي حسن. يعني يا ريت تدينا شوية تفاصيل، يعني هم ما تكلموا عن تفاصيل، يا ريت تدينا شوية تفاصيل عن هذه المبادرات لانه انتم تبنيتوها. جدا طيب معلش، لحد ما نحن نرتب مسائلنا التقنية دي نطلع فاصل ونشوفكم بعد الفاصل، خلوكم معانا في الراي شو. مرحبا بكم في برنامجكم الراي شنو، ويعني وكلنا مع سعادة وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني، وبنقول له يعني الله يعني ان شاء الله ما تشوف شر وصحة وعافية. سعادة الوزير مرحبا بك في البرنامج، ونحن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن أسئلة حول المبادرات، فرايك شنو؟ ايوه طيب، هي يعني بالاضافه لل احنا قلنا انه شغالين على مستوى القوانين وحتى على مستوى الوزاره جات هياكل مختصه بمراقبه ومتابعه الاسعار، اتقدمت مبادرات عشان تتعامل مع الحياه الماسه للمواطن، من ضمنها كان مبادره من المنتج للمستهلك، ودي بالشراكه مع اتحاد اصحاب العمل بالذات اتحاد الصناعات و المنتجين والموردين. وفكرتها الأساسية إنها هي ذاتها بتدينا زي ما بقولوا زي بايلوت بروجيك أو شيء تجريبي بيوضح لنا لأي مدى ممكن تكون ناجحة مسألة التعاونيات وبرنامج سلعتي، اللي أنا يعني برضو حتناولهم يعني بشيء من التوضيح. كل البرامج دي بتبدو منفصلة لكن هي كلها بتهدف لمسألة واحدة، هي بتؤكد إنه بالإمكان إنه السلع تصل المواطن بسعر أقل، ومع إنه المنتج بيكون ربحان والمصنع بيكون ربحان، عشان نعالج الحالة اللي قلناها اللي هي التشوهات السعرية الموجودة دي.
الحاجة دي حتكون في برنامج إلكتروني تطبيق اسمه سلعتي. التطبيق ده ذاته بيهتم بأنه تتوفر السلع للسلع الأساسية، يمكن بيتكلم عن 16 سلعة وممكن تزيد، تتوفر للمواطنين بسعر المنتج وبسعر المصنع وبسعر المورد. والمسألة دي الحاضنة الأساسية لها بتتم عبر الجمعيات التعاونية، يعني هي مبادرات منفصلة، تبدو منفصلة لكن هي كلها ماشية مع بعض. لكن طبعا الجمعيات التعاونية هو الإسكوب بتاعها أكبر، بتشمل الجانب الاستهلاكي وبتشمل الجانب الإنتاجي وبتشمل جانب متعدد الأغراض. فهي ذاتها بتعتمد على إرسي موجود، يعني مسألة الجمعيات التعاونية دي قديمة في البلد دي، من الجمعية بتاعة دلتا توكر من الثلاثينات، ده تاريخ وإرث طويل. الحركة التعاونية في السودان اتعرضت لكثير من الإشكالات، واتعرضت مواردة للنهب، وحتى تنظيماتها أصبحت لا تمثل قواعدها. عشان كده احنا شغالين في إصلاحها من ناحية القواعد ومن ناحية التنظيمات تحت الجمعيات التعاونية ومن ناحية القوانين. احنا قبل فترة يمكن طلع زي قرار بيشمل مسألة مراجعة التسجيل وكده، والناس قد تكون فهمت مني انه احنا دايرين نوقف الحركة التعاونية. لا، انا افتكر انه الحاجة اللي احنا متسقين تجاهها من ما جينا في الوزارة هي مسألة الجمعيات التعاونية دي، اكثر حاجة نادينا بها وبشرنا بها، وبدينا اسي في برامج للتدريب وبرامج للتأهيل. والجمعيات التعاونية احنا الحكومة هي طبعا ما حتسيطر عليها لانه هي قايمة على الجهد الشعبي، لكن الحكومة بتعالج الاشكالات والاخفاقات التي صاحبتها طوال الفترة الماضية، وبالتعاون مع الناس اللي هم أصيلين في الحركة التعاونية بنهدف لانتشالها من وحدتها. هي بتلعب دور زي ما قلنا في الأسواق، لكن عندها دور كبير جدا في الإنتاج. عندنا جمعيات إنتاجية كبيرة، جمعيات تعاونية كان عندها مطاحن وكان عندها مخابز وكان عندها مشاريع زراعية، وإحنا حتى بنتكلم عن جمعيات تعاونية صناعية وجمعيات تعاونية للمعدنين، تنظيم المعدنين ذاته وحفظ حقوقهم وحفظ حقوق المنتجين من خلال إنشاء الجمعيات التعاونية. البرامج دي مع بعض هي ماشية متكاملة، بتهدف لأنها هي ماذا نقول تخفيف الأعباء المعيشية، الكلام اللي أصبح كلام مستهلك. إحنا بنقدم من خلالها تجارب عملية لأنه نحاول نحسن أوضاع الأسواق بما يتناسب فعليا مع قدرات المواطنين. المسار ده مشى ولحد ياسي هو ماشي بشكل ناجح، في قبول كبير جدا لتجربة من المنتج للمستهلك. هي بدأت بالخرطوم لكن طبعا لازم تتسع وتشمل كل الولايات. برنامج سلعتي وتطوير الجمعيات التعاونية دي كلها برامج حتكون في مجهود يومي فيها، على أساس أنه إحنا على الأقل خلال شهرين تكون عندنا على مستوى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عندنا جمعيات تعاونية قادرة إنها هي تعالج المشاكل والاحتياجات بتاعت المواطنين وتنظيمهم بشكل أفضل. هنمشي معك يا سعادة الوزير للصناعة، وحنشاهد برضو يعني تقرير صغير عن مشاكل الصناعة، ونشوف بعد ذاك نشوف معك الرأي شنو. يواجه القطاع الصناعي في السودان بصفة عامة وقطاع صناعة الدواء بصفة خاصة الكثير من المشاكل، مما يتطلب من الحكومة الإسراع في تنفيذ حزمة القرارات المعلنة لدعم القطاع الصناعي، والتي تتمثل في توفير النقد الأجنبي لاستيراد المواد الخام وتوفير الكهرباء والوقود. بصورة عامة الصناعة كلها بتسعر الأسعار بتاعت السلع بتاعتها استنادا على العناصر الأساسية للتكلفة الصناعية في محاور التوريد ومحاور التشغيل ومحاور التوزيع. لو الدولة دعمت الدولار بتاع الاستيراد هنا بيكون في دعم حقيقي لصناعة الدواء في السودان. طالما هي ما بتدعم الدولار اللي بيستورد به ومدخلات الانتاج الأساسية، يبقى المصانع بتشتري الدولار بنفس التسعيرة السائدة في السوق الموازي عشان توفر مدخلات الانتاج عشان تصنع الدواء، وينبغي أن يعتبر ذلك في تكلفة تصنيع الدواء في السودان. المسألة بتاعت تغطية الاستهلاك المحلي في مفارغات تدهش، يعني مثلا لو أخذنا زيوت الطعام، الطاقة الإنتاجية المركبة في السودان 3,200,000 طن، استهلاكنا المحلي من الزيوت يتراوح بين 300,000 طن إلى 400,000 طن،
ورغم ده كنا بنستورد عدد كبير جدا من الأطنان سنويا من الزيوت، وبننتج حبوب زيتية في السودان بتصدر مواد خام. هنا هزمنا الشعارات الأساسية حتى تحت الثورة المجيدة دي. الخطة اعتمدت على منهج أساسي في أنه نحول القطاع المنزلي كله، نبني بناية أساسية استراتيجية لتوفير الطاقة الكهربائية في الريف وكل القطاع المنزلي، نبتدي بمبادرة الطاقة الشمسية واللي هي ممكن تعيننا كثير جدا في توفير الطاقة بصورة مستدامة للقطاع الإنتاج الزراعي والصناعي في كل المحاور الصناعية الأخرى، صناعة الدواء، صناعة الصناعات التحويلية، الصناعات التجميعية، صناعة البتروكيماويات، كل هذه خطينا فيها أهداف كمية مبنية في السنة الأولى على الطاقات المتاحة. أثارت الأزمة الاقتصادية عامة والدواء خاصة عدة تساؤلات. هل يمكن أن تقوم الحكومة بوضع آلية عاجلة لتنفيذ قرارات دعم الدواء؟ ما هي الجهات المناط بها وضع تسعيرة الدواء؟ هل هناك جهات أخرى غير مختصة تسيطر على سوق الدواء؟ كيف يمكن تحجيم شبكات سماسرة الدواء؟ مرحبا بكم في برنامجكم الرأي شنو. شفنا مع بعض مشاكل الصناعة وبعض تطوراتها، وكان المتحدث الفاتح قرش عباس اللي هو مدير تنفيذي اتحاد الصناعات. سعادة الوزير، نحن حنعرج على الدواء شوية بس ما كثير، وبعدين حنمشي على الصناعة. السؤال حول الدواء، يعني هل الدواء بالنسبة للحكومة، مش يعني ما قضية خاصة بالوزارة التجارة والصناعة، هل هي سلعة استراتيجية؟ وإذا سلعة استراتيجية كيف تدعم وكيف تحلحل المشاكل اللي ذكرت، النقل والدولار والقضايا المتعلقة بتسعيرة الدواء؟ طيب، أنا يمكن من الحياة اللي كانت لافتة بالنسبة لي شديد جدا من الزول من مجال الوزارة هي مسألة الصناعة الدوائية. الصناعة الدوائية عندها فرص كبيرة جدا إذا وجدت الدعم، أو فلنقول يعني السياسات أو البيئة الممكنة لعمل الصناعة الدوائية، إحنا ممكن نتجاوز مرحلة تغطية الإنتاج المحلي أو الحوجة المحلية وتحقيق الأمن الدوائي، لأنه هو يبقى من السلع الصادر. جلسنا كثير مع المنتجين منتجي الدواء وحتى مع المستوردين. يمكن في الفترة الأخيرة كان في يعني كلنا عارفين إنه في واقع أزمة دوائية، والحاجة دي مرتبطة يمكن بالظروف العالمية، أزمة الجائحة، وده كله خلت أي دولة تضع الصحة في مكان المهم إنها هي أولوية أساسية. يمكن كان في اجتماع قبل فترة قريبة جدا مع السيد رئيس الوزراء، وكان في وزير الصحة، وكانوا في المنتجين وكده، وكل الأطراف أكدت يعني سواء كانت وزارة الصحة أو وزارة المالية أو وزارة الصناعة والتجارة، على ما أكدوا رئيس الوزراء إنه يتم طوال التعامل مع سلعة الدواء كسلعة استراتيجية. طبعا هو أصلا سلعة استراتيجية، لكن لما نقول سلعة استراتيجية بالنسبة للدولة، لأنه الدولة الليلة بتقول مثلا إنها هي بتدعم القمح والمواد البترولية، بتوفر لها احتياجاتها من النقد الأجنبي، إنه يتم التعامل مع الدواء بنفس المستوى الذي يتم به التعامل مع القمح ومع السلع. وطوال إحنا عندنا زي اللجنة بتاعت السلع الاستراتيجية، طوال مشينا في إنه يتم اعتماد الدواء، وبدينا في التواصل، يمكن متواصلين، وفي مجهود قاعد تقوم به وزارة الصحة وإحنا مشاركين معاه فيه، وفي مسألة تزعيرة الدواء واختيار التزعيرة المناسبة التي تلبي احتياجات المنتجين والمستوردين، وفي نفس المستوى تنظر بعين التقدير للوضع المادي بالنسبة للسواد الأعظم من السودانيين. ده مجهود، تتخيل انه في خلال هذا الأسبوع إذا الأمور مشت حسب ما هو مخطط له، يفترض تكتمل مسألة تحديد تزعيرة الدواء. بالنسبة لنا في الوزارة أو في كل الحكومة الانتقالية، إنه تم اعتماد الدواء كسلعة استراتيجية، مطالبة الحكومة إنها هي توفر لها الموارد اللي بتساهم في إنها هي تكون في وفرة ويكون في سعر مناسب.
وزي ما ذكرت لك في بدايه كلامي عن الدواء ده، انا افتكر ان السودان فيه يعني فيه بوتنشال لانه يعني يكتفي ذاتيا، وانه يمشي حتى تجاه التصدير للدول المجاوره في مساله صناعه الدواء. الشركات بتاعت صناعه الدواء في فتره بسيطه اثبتت يعني كانت يعني قد يعني حاصل فيها تطور كبير شديد. لكن طبعا هي بتعاني من مشاكل وتحديات، بنوازن بين المشاكل والتحديات اللي بتواجهها، وفي نفس الوقت أهمية توفير الدواء للمواطن السوداني بسعر مناسب يعني لأنه الدواء ده ما سلعة يعني بيختص بها مواطنين دون مواطنين يعني آخرين، يجب أن تكون هي متاحة ومتوفرة لجميع المواطنين السودانيين. سعادة السفير الله يطمنك، لأنه الدواء فعلا شاغل الناس، يعني القضية بتاعت الزواج زي ما انت قلت انها هي لا تهم شخص ولا اخر، هي يعني متطلبات زي العيش والوقود وكده، متطلبات كل الناس وموجود في كل بيت. فده كلام مطمئن، كلام مشجع، ونرجو انه يعني مسألة الدواء فعلا تبتدي تاخذ حيزها كسلعة استراتيجية. ندخل على الصناعة، وده طبعا مجال كبير ومجال ضخم يعني، وفي النهاية يعني كل منتجات السودان الزراعية والمعدنية والثروة الحيوانية وحتى رمال السودان ما هي كلها في، هي في النهاية لازم تدينا منتوج صناعي، يعني هي في النهاية تدينا حاجة صناعية يعني. فنحن لما نتكلم عن الصناعة في الحقيقة نتكلم عن ثروات السودان كلها، ما مش الصناعة بالمعنى البسيط يعني. يعني مشكلات الصناعة كما طرحت يعني طرحها دكتور الفاتح قرش عباس مدير تنفيذي اتحاد الصناعات، وحدد يعني قال مشكلات الصناعة، وانت قلت الطاقة والنقل والتمويل والعمالة، فالرؤية شنو حول القضية بتاعت الصناعة في السودان؟ طيب يمكن اي زول يعني بيرجع بذاكرته لاول خطاب للحكومة الانتقالية القاو رئيس الوزراء يتكلم عن مسألة القيمة المضافة، وعشان نعالج الخلل الموجود في الاقتصاد السوداني ده، وإنه يا أخي إحنا بنصدر مواد خام وبنستورد يعني سلع مصنعة، إحنا محتاجين نضع يعني الصناعة في قلب عملية التنمية، ودي مسألة مهمة بالنسبة لنا. احنا يمكن الوزارة هي بتشتغل على الجانبين، كان صناعة كان تجارة. احنا في التجارة بيهمنا مسألة الجدول ده بتاع الواردات والصادرات، وعشان نقدر نعظم الصادرات و يعني نمشي فيه في اتجاه تقليص الواردات غير الضرورية او التي يمكن انتاجها في السودان، احنا محتاجين اننا نهتم بعملية الصناعة. فبالنسبة يعني لنا في الوزارة كاستراتيجية، مسألة الصناعة هي العملية الرئيسية اللي يفترض انه نهتم بها بسلاسل القيمة. ودي أسي الحكومة انتبهت لها، انه ليه الحكومة لما عملت لجنة للعمل للموسم الزراعي الصيفي، عملت لجنة مختصة بعملية التصنيع والتسويق وكده، على أساس انه من البداية تكون المسألة بتاعت سلاسل القيمة من بداية، لأنه احنا جزء كبير من عملية الصناعة بنتكلم فيها عن الصناعة التحويلية. الصناعات في السودان مقسمة، في صناعات تحويلية مرتبطة بالميزة التفضيلية الموجودة للمنتجات السودانية، بنتكلم عن سمر عربي، بنتكلم عن منتجات حيوانية، بنتكلم عن حبوب زيتية، دي بنتكلم فيها عن يعني عن القيمة المضافة اللي ممكن تحصل للمنتجات دي بحيث انها هي تتحول فعليا. بنقدر نشتغل فيها عبر سياسات صناعية وسياسات تجارية. في الايام المقبلة هتكون في سياسات متعلقة بالاستيراد والتصدير، هي متعلقة بانه ندي مساحة اكبر للصناعة بحيث انها هي تنمو وتتطور. في السودان الاشكال في الصناعة ما مرتبط احيانا بوجود الطاقة بتاعت، مش الطاقة انا قاصد الكهرباء او كده، لا انا قاصد الطاقة على التصنيع، لا بتكون المشكلة انه في طاقات معطلة في مصانع شغالة. يعني بتلقى الليلة في السودان طاقة الطحن هي 3 أضعاف ما هو منتج فعليا من دقيق مثلا. لما تتكلم عن طاقة الانتاج في مسائل الجلود بتلقى انك انت ما تنتجه اقل كثير جدا من تلت ما هو متاح لك من طاقه. مساله يعني تحريك الطاقات المعطله في مجال الصناعه دي مساله ذات اولويه بالنسبه لنا. وبدينا فعلا في الحياه الهند عندنا فيها مياه تفضيليه، عندنا برنامج حيتم يعني اعلانه في الفتره القادمه مرتبط وسياسه واضحه في مساله مثلا الجلود، لانه افتكر ان الجلود دي مثلا يعني القيمه بتاعتها
كصادر أكبر من القيمة بتاعت أنت بتصدر الليلة المواشي مهما كان. أنت في النهاية الماشي بتصدر بكم؟ بتصدر ب$100 ولا غيره، لكن شوف المنتجات الجلدية مدى إنك أنت القيمة بتاعتها الممكن تدخلها لك. وفي دول حولنا مشت في برامج زي دي ونجحت، زي جارة أثيوبيا زي غيره. عندنا مركز بتاع تكنولوجيا الجنود، عندنا تصور لجعله مركز بتاع تميز يساهم في تطوير الصناعة. طبعا الصناعة دي ما بتتطور لك بين يوم وليلة، لكن لازم تبدأ المسار بتاع تطوير ده. بنفس المستوى في مجال الحبوب الزيتية، زي ما ذكر الأخ دكتور فاتح عباس، انت عندك طاقات معطلة شديد جدا في مسألة الصناعة، وانت الليلة في النهاية لما تصدر المواد الخام احنا دايرين نحفز القطاع الخاص انه يمشي في مجال التصنيع. مجال التصنيع الفائدة بتاعته كبيرة، لكن ما كان يحدث في مجال الصادر في السودان انه الناس بتصدر المواد الخام دي وبتكون جست في ناس كتار بيكون هم يعني سيخين الدولار دايرين يعني دايرين انه يعني عمليتهم الأساسية هي عملية بتاعت انه عاوزين دولار اكثر من انه هم دايرين يصدروا سلعة سودانية، وده ادى لتدني في اسعار السلع السودانية رغم ميزتها التفضيلية. الحاجة دي بتتضح لك في سلعة زي السمغ العربي. السمغ العربي ده يقول لك السودان وينتج 80% من إنتاج السمغ العربي، لكن السمغ العربي ده ما ينتجه ما يعني جملة ما بيدخله في الواردات الصادرات السودانية ما بيتجاوز $108 مليون، يعني ما يجيب السمغ العربي ده زي اللي بيجيبه حب البطيخ. فأنت رغم إن أنت عندك فيه زي 80% من الإنتاج في بالذات في الصمغ الهشاب اللي هو ذو قيمة أعلى، عشان كده جينا عملنا زي استراتيجية في موضوع الصمغ العربي. كل السلع عندنا فيها ميزة تفضيلية دي بنفتكر إننا بالحوار وبالتشاور مع القطاع الخاص وباستغلال كل الموارد الممكنة ممكن فعلا السودان ده عنده قابلية إنه يبقى دولة صناعية. والسودان عنده مسألة تانية مهمة جدا، ميزة تفضيلية. السودان عنده ميناء، والسودان عنده دول جوار يعني عندها زائقة للسلع السودانية في المحيط الحولنا ده. ده احنا ماشيين في انه تكون معاه اتفاقيات تجارية، ويمكن بدينا في الحوار معاهم. وده مسألة بتدي انك انت لما تنتج، ودي فكرتنا الاساسية، انك انت ما تنتج بس من اجل الشيء المحلي، تنتج ويكون في بالك انك انت تصدر. البلد دي مشاكلها اي كثيرة، وفيها لسه بنية بتاعت تمكين اقتصادي قديمة لسه لازلنا يعني نعاني منها وبنفكك فيها يوم بعد يوم، لكن برضو عندها مستقبل واعد، ومستقبل الأساسي في عملية الصناعة وفي عملية التصنيع. احنا مهتمين بمسألة توفير الطاقة، بمسألة مع وزارة الطاقة مهتمين بمسألة توفير الجازولين، ويمكن نسي بقى عندنا اتفاق مع ناس الصناعة في انه يتم طوالي انه هم حيستوردوا مباشرة، هم وناس التعدين وناس النقل، ودي من شأنها ان هي تديهم بيكون عندهم سبلاي يعني ثابت ومستمر ومستغير في مسألة الصناعة، يساهم في انه عملية الصناعة بتاعتهم يقدروا يخططوا فيها بشكل مستغير. نحن بنشوف انه السودان زي ما قلت لك عنده كل المؤهلات والمقومات لانه يكون دولة صناعية. دولة صناعية الصناعة بدون ما تجي بين يوم وليلة، تبدأ بالصناعات الصغيرة والمتوسطة. دي عندنا برامجنا وانشطتنا تجاهها، وتعاوننا مع الجهات الإقليمية، اليونيدو، الكوميسا، البنك الأفريقي، كلنا عندنا تصورات وخطط في الفترة القادمة على أساس أنه نمشي في مجال الارتقاء بالصناعة الوطنية، وبعد شوية نفخر بأنه صنع في السودان، لأنه عندنا كل المقومات من يعني عقول وشباب عندهم رغبة أنه يكونوا هم جزء من عملية التصنيع، لكن عاوزين الاهتمام والرعاية من قبل الدولة. وافتكر أنه الدولة الآن في أكثر من أي وقت هي جادة في أنها هي تتيح مجال أكبر لعملية الصناعة والتصنيع في السودان. سعادة الوزير، عايزين منك يعني دقيقة كده حول الكورونا، تشجيع الناس أنهم يعني يظلوا في البيوت يحاسبوا وكذا، لأنه نحن عايزين نمنع هذه الجائحة من أنها تنتشر في السودان. نحن وضعنا الصحي غير جيد، يعني عندنا مشاكل كثيرة، فأرجو أنك توجه رسالة للشعب السوداني. يعني أنا أقول الشعب السوداني يعني شعبي واعي وفاهم أنه المسألة دي عندها تأثيرات الكبيرة جدا على حياة الناس وعلى يعني كل يعني يمكن الناس كان في البداية شوية حاسة أنه الحكومة زي بتمشي في إجراءات مستعجلة تجاه الإغلاق وكذا، لأنه ما كان عندها كل الصورة الكلية عن المرض ده وكيفية انتشاره. يمكن وزارة الصحة نبهت
من البداية يا جماعة المرض ده يعني مس حتى الدول، يعني أثر تأثير كبير على الدول المتقدمة وعندها بنية يعني تحتية للصحة كبيرة. الآن إحنا بنواجه وضع يعني ومأساة ومأساوي يعني على مستوى العالم، لكن في النهاية القدرة البشرية دي هي قدرة كبيرة جدا قادرة إنها هي تتعامل مع الأزمات، مع الكوارث، مع المجاعات، مع الأمراض، لو الناس اتفقت. الشعوب اللي بتقدر إنها هي تتجاوز الأزمات دي هي الشعوب اللي بيكون نسبة التضامن بتاعتها أعلى. نحن فاهمين إنه السياسات اللي بتتبعها الحكومة قاعد يكون عندها تأثيرات، لكن بنزعى إننا نعالجها. فاهمين إنه التأثيرات ممكن تترتب على يعني السماح بالحركة العادية وبزنس أز يوجوال، في الوضع ده بتكون نتائج كارثية. نتمنى إنه المواطنين السودانيين يعني ونحن على صيغة إنه هم على قدر المسؤولية وحيجابوا هذا المرض بالشكل المناسب وبالمحاذير، وحيكونوا هم يعني أذن صاغية للتحذيرات اللي بتصدرها وزارة الصحة وكل العامل وكل الجهات الحكومية من أجل أن نتجاوز هذه المحنة، وسنتجاوزها يعني إن شاء الله. دائماً كل الشعب السوداني بتضامنه وبتكاتفه نتجاوز المراحل العصيبة دي. في فئات هي أكثر تضرراً، الحكومة مطالبة والمجتمع ومنظماته كلها مطالبين إننا نحاول نخفف عليهم تأثيرات الاقتصادية للجائحة. وزي ما بقولوا يعني في النهاية ده امتحان بتواجه البشرية كلها، لكن البشرية تعودت أن تجتاز هذه الامتحانات بنجاح بتضامنها وبتضافرها وبوعيها أولا وأخيرا. سعادة وزير الصناعة سيد مدني عباس مدني، شكرا على هذا اللقاء. الصناعة والتجارة، وزير الصناعة والتجارة، شكرا على هذا اللقاء الكاشف والواضح، واللي فعلا أدانا أمل كبير في قضايا التجارة، في قضايا الإنتاج، في قضايا التعاونيات، في قضايا الصناعة. يعني أولا نحن نرجو إنه يعني تزدهر هذه الوزارة وزارتين في عهدك، وإنها تحقق تطلعات وآماننا. ونحن في هذا البرنامج يعني نحاول أن نقدم ما نستطيع في من أجل حل تحديات المرحلة الانتقالية. شكرا لك سعادة الوزير، ونلتقي بك مرة أخرى. السادة المشاهدين، شكرا لكم. كان هذا لقاء الوزير مدني عباس مدني، وزير التجارة والصناعة، في حديث يعني واضح وصريح. شكرا لكم، تصبحوا على خير، مع السلامة.